سولف لي على ترجعة الصالونات. ترجعة الصالونات يا اهل رضي الحبابة وهسه حتى وليدات بالدولة الله مطيهم يفتح لي الحياة وصالون. ومن يقول لك يا بشنو؟ قالت له والله انا يمي السيد النائب يم فلان يم السيد الوزير. أسأل قل ليش قد صار غلق لمراكز التجميل؟ غلقنا مركز تجميل تفتيش غلقها صدق يمكن خابروني 50 واحد. قد 50 واحد مسؤولين ونواب ما من كل الجهات. قلت له يا أبا هذا التفتيش غلقه للأسباب التالية، أنا ما أقدر أخابره بالتفتيش، أنا أدز له كتب أقول له أطلع عليهم، أنا أقول له تعال راجعهم. إحنا مشكلة عندنا طبيب الجلدية ينطي إجازته ويروح يداوم غير مكان، مفروض الآلية تختلف. إحنا حاليا المراكز تختلف عن صالونات. صالونات راح أجيك المراكز تقريبا وضعنا ايدنا وده نمشي بخطه واضحه جدا لغلق اغلب. هسه راح اقول لك اسيطر، ماكو 100% سيطره، بس بشكل كبير جدا الوضع افضل بكثير من السابق، افضل بكثير، مو اقول لك 100% بس افضل بكثير. صالونات الحلاقه طبعا هذول ترى حتى يعني مجرد حلاق مفروض حتى جهاز ما عنده، هذول تابعين للرقابه الصحيه، يعني حتى مو تابعين للتفتيش وما الرقابه الصحيه. حلاق شو يسوي؟ حلاق شيء بس يزين ويحف في محل. هذول جابوا من سوى تجميل فيلر بوتوكس كل شيء الحلاق كل شيء. ما تودي لي سوي تجميل مو انت نسوان يا باني لا يرحم لي يرحم لك شو والله يرحم لك بس انا ما عندي فلوس. لا اللي لو تطوني عاقد والله ما عندنا كل شيء، بس احنا نقدر نخابر لك واحد مضبوط صاحب اجازه يسوي لك حتى مضمون. مو هذول ترى ما مضبوطين هذول لا عندهم لا والله الحكومه تردون تخلصون مني تودون الواحد يخلص علي. لا بدعتك احنا نحبك انت انسان عزيز علينا. خليني ارجع